بس كده السوريان الواحد قاعد بيته مكان المجان والصلوات والقران والتسابيح ومكان في رافع نفسيا. شكرا سيدنا على كرم الضيافه، شكرا على فضل نيابتك، نشكر الاباء اللي تعبوا معانا في الضيافه والصلوات، وربنا يجعل عن سيدنا صلاه وياك واصفار الصلوات. كان سيدنا كثير علينا السؤال قال لكم السيدة المسيح سيدنا محمد شرفونا وسعدونا 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 خصوصا الدكتور موسى وسعدونا 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 ويعطيهم تشرب بنا تشرب سنة تشرب
يعني حتى لو الشكل المبارك على الجيزة. الزاد المنتجة بتتصنم مع أهل الأفضل. فهو لا يطلب رشانا من المسيحة ولا التربيه، بل يطلب من أجل اعترافه بالموافقة فقط على كل أحواله. لو ابتدى أن يكون له فكرة أفلاح، على فكرة كثير من الشباب دلوقتي بيفتكروا إن الغباء الكاهن ما يروحش يطلع تربية. اعتدت كده مع أولادي، يقول هذا الشباب يحلي أولادي، إذا كان مش حاجة سرية أوي يعني، يطمن أوي الشاب من يحس إن أبونا نقطع إحرام. الكنيسة بتقول كان الأول حد يرقى يمشي معاك، ويجد ان هو واحد وسقط ناس لا يتاثر فيه. فلكن الانسان المتكبر فهم الذات المنتهى لا يبتدي ان كل اثر فيه، هو بيشي نفسه ماشي بمزاجه، وده اكبر خطر عليه. الإنسان المعتد بذات غسل العناد والتصرف بحق، إذا تولى منصب يصل إلى أسلوب التصرف فلذلك المنقوصين، وقد يصل إلى عبادة الذات وهي الصنم بتاعه، مشرك يعني، يشرك مع الله الذات بتاعته، وقد يقدمه على الله خير. وقد يصل إلى التألم، يبقى شيء خطير جدا. الذات المتعجبة بتقف حاكياً ضد المحاسبة الخليل، وضد عمل الله، وضد الجنس والأنصار، زي الغني المتكبر اللي ذكر المسيح في مثل الغني والعذر، تسأل يتنعم الخيام تحت الإنسان، تحت الأرض بتاع الإنسان، الذات الصادقة من مدينة الذات والغزل، الذات المخليات تبص فيه، الذات المتعجبة تريد أن تحطم الآخرين، لكي تعلو وتظهر على جثثهم وعشائهم. الذات المتعجبة لتقود صاحبها إلى الحسد والغيرة من المنكسين، وكراهية المتقدمين والمتفوقين، زي يوسف وقت شافوا يوسف أبوه وشافوه ويحنا لم تتوقف، قالوا تتخلص من هذا المخلوق اللي عم يتكلم في دماغك. ممكن يكون مرة أخرى على الأرض مريضة فبتغسل منك. زواجه مهنة وصلته مهنة. الإنسان الصعب ذاته المتكبرة يريد أن يملك كل شيء ويستحوذ على كل شيء، ولا يريد الخير للآخرين.
ليه والمعاش بتاعه كانت نتيجة ايه؟ كسرت كل حاجة، كسرت كل حاجة هذا الطماع. صاحب النفس المتعرفة مريء دائما في عينيه نفسه، يركب مسؤولية أخطائه على غيره، ولا نفس دائما مظلوم ولا يقبل نصيبه مهما كان. دائما نفس مظلوم، دائما نفس ظلمان، مش مديله حقه ومش مديله البرستيج بتاعه، يحس بيه. محب نفسه يتعامل دائما بالمكيالية، يتكرم نفسه ويعظم نفسه، بينما الإهانة والاحتقار للآخرين. نعم الوصية تقول كل من تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو المسؤول. القاعدة الذهبية للمعاملات، كيف الناس عاوزة تعمل كل شيء وعملها، تحب قريبك كنفسك. الكتاب المقدس أسهل في التعزير من الذات، في آيات كثيرة جدا في العهد القديم والعهد الجديد. مثلا يقول الكبرياء والتعظم وطريق الشر ورقم الأكاذيب أبردها الرب. كبرياء وتعظم وطريق الشر رقم الأكاذيب مثال كذاب جدا يبردها الرب. كمان في الأمثال تأتي الكبرياء فيأتي الهوان ومع المتواضعين حكمة. الخصام إنما يأتي من الكبرياء، إن الخصمين أعرف أنه في كبرياء في روما أو في أحدهما مش قادرين يتقابلوا، واللسان الجاهل قديم لكبريائه أما شكات الحكماء قد تحتضر. يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل سقوط الشر الكفور كل الأجسام. يقول الكبرياء الإنسان تضعه ذله يعني تسقطه. يقول أبيد كبرياء الأشداء الحسدين. دانيال قال الملك لم يكن الكبرياء الرقاب النزيل. يقول الرب يقلع بيوت المتكبرين لها من أساسه وتحصل وشك عمليه. المرنم الذي يختار صاحبه سرا هزع شعره مستكبر العين المتفق القلب لا أهتم لا أهتم. يقول الله أبطل تعظم المستكبرين. وآية أنا معلمنا يعقوب حظيمة كلنا يقوم على المستكبرين أما الله يوم فتاكيد نعم. العذرة في تصريحاتها الخالدة قالت شتت المستكبرين فكرة قلوبهم. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المستكبرين. في أيوب يقول أنظر إلى كل التعظم يقول. وفي المزمور يقول ليلبس القس والخجل المتعظمون. عظم يلبس القس والخجل. وقول في أشعياء لرب الجنود يوم على كل متعظم ومتعالي وعلى كل مرتفع خلوقه زمان. ده عامل كتاب المقدس. وبعد الجوع ربنا بنفسه قال المستعبي عند الناس ورخصه قدامهم.
المستعمل على الباس أمريكس من الأبدال المسيح مدرس الأباء القدسين كلام كثير قوي من خطر الياخ وبركات الإطلاع فيقول أحدهم من كنت تريد أن تخلص ففرق من شيطان الأصحاب اشترك وراح التالي يقول أكلمك كما من حي أطلق موتك وكبريات مميتك قال آخر في الحق إن الكبريات تهري كل ثمرة ظاهر وأي إنسان يحصل لها سؤال الشيخ ما هي أعظم القضايا فقال إذا كانت الكبريات قد أسقطت مجموعة من الملائكة كعرش الشياطين والاقتضاء يرفع الإنسان إلى درجة الملائكة فيقول الاقتضاء إذا هو أعظم أو في شر الزائل الاقتضاء هو أعظم القدر الأول أقوم يسأل أحزر من الفكر الذي يجب عليك تزكية ذاتك واحتقار أخيك وتعتبر حتما مكان يعني مستهجر ومستعرف ومطير ومجاهد لأن خليفة الله في الآخر ربنا بيحبه برضه زي ما قال آخر إياك أن تكون في قلبك من جهة أي إنسان أنك تحرص منه أو أكثر منه معرفة أو أبر منه لئلا تنتقل العظمة وتضيق أن موسى الطوي قال الكبرياء هو أساس كل الشرور والاتضاع هو سبب كل الخطأ حديث باسيلوس الكبير قال علامة الكبرياء اقتناع الإنسان براح نفسه أكثر حاجة أن الإنسان يمشي براح نفسه وتصرف حاجات كبيرة وما يشتغلش بقوم يسأل كمان طلبت حواء مجد الألوهية فتعرضنا لمجد الإنسان كذلك كل من يلتمس مجد الناس يحرم من مجدهم بعض الناس تنضحك وتكبرك وخير وخير وتقولك شعبية تقصد ده ربي يحرمك من مجد الله يعني كفاية الذي يحب الكرامة لا ينجو من علل الهوان هيجيب الهوان يوما وقال يتقدم الرزاق كلها كبرياء الناس ومحبة الزاد وشيخ قال الاتضاع خلص كثيرين بلا تعب وتعب الإنسان بلا اتضاع يذهب باطلا لأن الكثيرين تعبوا ولما استكبروا هلكوا يعني ذهب جهادهم مهما وصل يحافظ على نفسه وعلى انتظاره لأجل أهله أما الرسول قال لا يمكنك أن تحيا حياة مرضية لله ما دمت محبا لبلادك مشفقا عليه أحد الأطباء النفسيين أن يبدأ المرض النفسي بالتمركز حول الذات بينما تبدأ السعادة الحقيقية من خلال البذل والعطاء ابذل روح للعمال تحت الخدمة تسبب سعادة التمركز حول الذات يفرق أنا الآلامي لحب الذات أو الأنا الإيجو كنا نعمل حاجات كده مع بنية حزام قديمة كان يقول الإيجو يا إخوة
حرصه من الكذب، كان دايما حد يقول الكذب، حرصه من الكذب يا اخوة كان مهلكة. فما حق الذات او الانا او الكذب يشبه واحد عمل حفرة لا قعر لها، يرهق نفسه محاولا ان يملأها، ثم يجدد كل ما يحط فيها كرام ومجد وعظم وفلوس مش مليان، لأن العلة تشبع من النظر والأذن لا تشبع من السمع. اللي يفتح مش هيخلص. الذات المتعجبة تدخل في خطايا كثيرة، عدم الطعم، رفض مشورة الآخرين، أستاذ في النقد والإدانة، التذمر والشكوى بدون سبب، سرعة الغضب، الغيرة، الحقد، البخل في العطاء، حب الظهور، الحماق، العناد، الخصام، افتقار الآخرين، الافتقار الكاذب، دائما يفتخر بأي حاجة عملها عشان الناس تمدحه، التسلط، محبة المبتكر الأول زي الفلسطينيين، تسلط القلب، تشخص الوقت، قلة الاحتمال، إلقاء اللوم على الآخرين، ودائما بريء وناس غلطان، لا يقبل التوبيخ، حياتي كلها صدمات وصراعات مستمرة. حب الامتلاء، تغيير الذات، عدم الشكر المعطاء لربنا، عدم الاعتذار اذا اخطا، معلم نقول السؤال، كلها زي اعمال الجسد. اعمال الجسد ظاهره كلها برد فيها الذات شغاله، وفي الآخر يقول بقى إن الذين يقعون مثل هذه لا يرثون الجنة. طبعا أشهر من أقرب الكبرياء وضعف الملك فيثاغورس بأشعياء عمله الماء، أشعياء يقول إيه؟ يقول له كيف سقطت من السماء يا زهره الصبح، كيف قطعت على الارض يا قاهر الامم، قلت في خلقك اصعد الى السماء ارفع كرسيك وفقائك ونظم الله، اجلس على جبل الاجتماع في اقاص الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثل العلي، لكنك انحررت الى الهاويه الى اسفل الحوض. وطبعا في نهايه اي واحد من المتقين من ملاك الصبر، برضي حسيان المثال مشابه، هل انت خلت الكمال ملان حكم كامل الجمال، كنت في عدم جنة الله، أنت الكروبين المنبسط المظلم، أقمتك على جبل الله المقدس، كنت كامل في الطرق من يوم خلقت حتى وجد فيك إذ والبنيان لها، أخطأت فأطاحك من جبل الله، وعبيدك أيها الكروب المظلم قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك، سأطرحك للقلب، قد نجست مقادسك بكثرة أثامك، فأخرج نارا من وسطك لتأكلك وأصيرك كما تمر. المفتاح هذا الحصان.
الشباب برضه الرأس طبعا حب البشر ومتشوق للخلاص من غير مداخل الله لا يشاء مخلوقات مستعملين ولا يحب يحاول بكل وسيلة أن يخلصنا من الزائد المعركة يلتزمنا إليه ونلتصق به ونسير معه ليكون لنا حياة مثلا أراد أحد أن يأتي ورائي فليمكن ينكر أن يكحد يدمره ويحمل صليب يحتمل ويتبعه أن أراد أن يخلص نفسه يهلكه أو يستهلكه بلا احتمال والصبر وبعدين يقول انه يهلك نفسه ويستهلك المهلك وكررها لألا تمثل قرارة مرقس بكلمات مخصوصة الله لا يريدنا أن نترك حسب الكسب وحسب الزاد منفصلين عن الله تاركين وصالحين بل يريد منا أن نحيا حسب الجوع ونجعل المسيح يحل فينا محل الزاد نسمع منه مع المسيح صرفت أحيا لنا بل المسيح يحيا من زادك اللي تحيا الكبر والعذر والطيار أشيل الزاد وأحط المسيح أسفل فأحيا لنا بل المسيح يحيا شلت الزاد وحطيت المسيح بالتوضيح مدي الروحية حتى تلويس المسيح وضع لنا مثال تتبعه في التوحيد اللي يتبع المسيح استحق كمان يقول ان احد ان كان احد ياتي الي ويضغط كذا وكذا حتى نفسه فلا يستطيع ان يكون لديه المسيح يعني يبغى الزاد يعني يكحد يعني الزاد ما لهاش مركز المسيح من فرط محبته لنا واهتمام بالخلاص بحسنه يذكر لنا الصمت المسيح ويقول مثلا من وجد نفسه يعني اهتم بها وتنبذل وتضحى يضيع يدركها في الحياة الأبدية يضيعها يعني حتى الرأي فهلك ومن أضاع ذاته فمعها زلالها بدل من زلالها يبقى زلالها من أجل فهو هي فضى إلى حياة الأبدية والكرر المعنى آخر يقول من رفع نفسه يوفى ومن وضع نفسه يرفع يرتفع ربنا يكرمه والناس تكرمه يقول لك تبيها رب الكرامة تكر وراء وتشير إليه أن هذا هو مستحق لكن اللي يجي ورا الكرامة ممكن تجري منه وحصل عليها رجال وراها ممكن تجيب له طريقة فالزاد خطيرة على خلاص الحسن ممكن هنا تخرج معانا العملية وتبقى الهاية الوحشة المسيح بقى المسيح له المكر أحلى زي فائدة الأخلاق بطولة الزاد نروح بقى لفائدة وعلى الأمور الرسول لخص حياة المسيح وخدمته وقال في الأصحاح التالي برسالته إلى الكنيسة في يوم يقول لنا إيه فليكن فيكم هذا الفكر
لا يستنى في صورة الله لم يحسب فرصته أن يكون معادين لله، لكنه أكل نفسه أكذا صورة عبد صائرا في شرب الناس. وذوق ذلك إنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت متصل، لذلك رفعه الله حيث وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسر باسم يسوع كل ركبة لمن في السماء ومن على الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب من المجد والملك. الفقرة دي صاحب تاني بالإنجليزي يسموها نشيد الإختام، معلمنا بولس تغنى ينشي بإطلاق المسيح بذاته، يقول لنا فليكن بكم هذا الفكر الذي كان في المسيح. المسيح أخلى ذاته، تخلى عن أمجاله، نزل إليهم على الأرض في صورة مخفية ورابعة، حين علمنا الخداع والإخلاق، جاء متواضعا في ميلاده. يا سلام على مفهوم العبادة والقيمة لغاية الخداع، وعلى التأمل في بلاد العسير والأخلاق الكريمة. لن ولن يحدث مثل هذا الميلاد. راح يكتتب في بيت لحق يوسف معاملة وقبط على البيوت عشان العقل تبع خلاص يعني الخط كله، قبطوا على البيوت في القتل تحلهم في الموضة ديش في الآخر قد حمى عليهم عليهم في زريبة البهايم بحث وليم التأكل وانتو الصلاة. قالوا ليه تبعنتو معكم نطل الحزيرة مع الكوبة، الكوبة الحزيرة دي عبارة حتى سنون كده المتحة ولا أي كلام فيها بهايمة في الدين يسأل كيف يعني؟ والعمدة تولد في هذا الجو، عودة سبيل لا تتمزق، عودة مرتبة لا شوية تتب، عودة درس الولد كده لما شوية خير مطار، والإختمديشن بتاع حنفس الخهاية تحبيه وترك المسيح هل اسمعي أو شوف حاجة زي كده أفضل أكيد تقول بهذه الصورة ما تخدش حد فينا شاف التاريخ كله أو شاهد أو سمع حتى كولاد ومسلحة. ظهر روح الإخلاء ينزل في حياة المسيح كلها في بطن الخبيث، مرور مصر مفتاح لنفاع يوسف عبد يعقوب، رهيب 1500 كيلو رايح و 1500 كيلو جاي، ومفيش في الطريق عدل يعني عشان ما يجيش جلود سيبسكهم من الوقت الحد بقى يجب شوية مالي شايفين شوية وفاكين هنا مروا على الوقت المطرور وطلوا من أقصى الشمال يتسكر على البحر الأبيض طبعا طبعا كفر الشيخ ووصلوا لدي المحارة بتاعت سيوة وحوالين طاهر شوية في مسؤولة في
عشان يبقى هناك قصنيك يتقفوا من ذات تأبيب قصة التعويلات والحلمة يعني كانت رحلة مريضة جدا ده كله معاني كان بلاك يضايا حيوث السلطان لكن طبعا الوضع والنسية إلى تليها وفي الشمس كلمات لوكال سيكوس حلو بالمال هو لما اعتمد جميع الشعب اعتمد انسان يعني ايه يعتمد لانصات قويل او كده قدام محمد الواحد يعتز بالخطيات بياخد مهر الملو ويقص بدون مروش يقول يبقى كل واحد ياخد من محمد اسمع اعترافه ويزيله المصائب الله أنا عمالي أشيره من هذه الشكل ونشيره ونشيره يعني ممكن يوم أحد المسيح وقف في الآخر المسيح عاوز يقول لي وقول لي مهما وقف آخر السكون والتضاع ستجد المسيح مهما تضاع تجد المسيح يعني وقت في آخر سنة البلد احتمل الوقت الكريم علشان البلد بعد ما اعتمد طلع إلى جبل القرنطة جبل الصوم هناك يسموه جبل القرنطة معرفش القرنطة دي كلمة يونانية ولاتينية معناتها الأربعين جبل الأربعين جبل السوق الجبل حقيقي جدا جدا يعني لما شينا استخدمنا شوية في مصر النص الثاني معرفش 300 درجة ولا يعني بتاع 600 درجة كده عشان الواحد يوصلها المسيح طلعوا وقعد هناك بقى تحديدا كلام كلام يوم صور صلاة ثالثة كل ده نزلان من جسد وصور كل ده علشان نعلمنا نحن الذين التأخذ بين الوقت والدهور ولو انتصر طبعا في حروب الله كافة الملائكة وصلت تحديده تم تجاه قصر تجهاده الملائكة تخدمه وجدت بعدين من يغفر تجهاده تعطيه هناك بسماع الدعش المسيح كبير كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابو دعش الشمس في خدمته قلوب عارفين ماذا ما ينطلق التفكير والمكائد الكثيرة التي تبرع له اليهود مرة طلبنا عن ناصرة وعزوها مع جفتهم ولم أخذوه إلى حقة الجبل التي كانت مدينة مبنية عليه قبل الوقوف على جبل المكسرة هو طبعا خرج من وسطهم ومضى فالانجاز في وسطهم يعني خلاهم ما شكوش على الجدوى يعني المسيح يقولوا كان فين بعد القيامة واحد القيامة كان يظهر ويختفي ولما يختفي كان يروح فين ربنا حد يسأل السؤال ده هو ما صعدش السماء إلا بعد ربنا الفعيل لكن قبلها كان في جسد مرانا على الأرض وكان المحب يختفي لكن هو جسد اللحم كان المحب يختفي
وبعدين اروح على الجبل اتاخر وما صدته من مصر ما شافوش. فدي اقترب منها بعض الايام سجنونا. وحصل تاني مره بالهيكل. قال لهم كيف قبل ان يكون ابراهيم انا كيف؟ فظنوه يبدل ورفع الجبل للظنون كما رفع اختلف وخرج من الهيكل مبتز بالقرصتين ومن هذا يسر كل ميته من ناحيه وارتضاع واحتمال وتسامح. كان ممكن يعمل زي ليش يغلبوا كلهم بالعمى ويمشي كده زي البشر واستغفر لحد يشوف. لكن اشهر عليهم يسوع اختفى ومشي من قبلهم استحوا اليهود والايمان. ظل اليهود يطاردونه ويطاردونه حتى خرجوا عليه الحاكمون ظلما وصلبوا على الصليب وهو على الصليب طلب له يا رب انت اخو الغيب لانهم لا يعلمون من اسرائيل. كان عشان كده الشهيد يعني المنظر الصلبوط كان شديد عليه. الغول من صدق خبرنا حد يصدق ده كله الله يصرف ويتعذب العضلات كلها مثل شاف حسات الرجل مثل حمل الدم الذي يجزه ظلم او امره فتزل الى النار تحفاه. خاف الله يصدق يتعامل مع الله المتجسد الكل حب فينا وتعليم. مش بس يهود تلفوا حتى السامرين بعد من رسل تلاميذه وقال للسامريين انهم المسيح جاي يكلمكم كلمتين خلاص ورفضوه قالوا مش عايزين يكلموا. يوحنا وصيت كده رسول المحب قال له روح قال لي ما بتنزل بالسما ده كله من جماعه دول. المسيح انتهى وقال له لستم تعلمان ما يوصلكم ابن الانسان لم ياكل يورث الناس للقدس كما امل احدهم لي. لكن في التدريب كل السامريين كانوا لي مخلوق. يعني مثلا خلص السامرية والسفار كلها والسماروت يوحنا أربعة مرة شافع عسكر جرس ومدح السامري كمان واحد سامري مدح. المسيح خدم يوسف خدمه أهل السفر كلهم بقى أم لما ينقص مبشر أخرهم وحملتهم كلهم باسم المسيح. ولما سمع روسه بكثرة الشيء أن السامرة قولت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا زي ما صليا لكن وضع لهم الأيام قبل كده. شفنا رب شبيه كلهم ويقول للمسيح ويقعد 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 المسيح طبعا تكلم في تواتر ونزل الأرض. نزل الأرض ودي تواتر حتى معلمنا يوحنا لها كده بعبارات منتهى. يسوع وهو عالم أن الأب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه نعم تدخل وإلى الله يموت. يعني
المعارف وأقرب النهي المصدر قام على الغشاء قال ثيابه أخذ الغشافة بها استطرناها في المغسل تبا يدخل أرض التلاميذ وتحفظ المغسل عمل رد لا يصدق من صدق الخبر لما وصل البطرس محتماش المنصر أنت هتغسل رجليا لن تغسل إلى أرض مش قادر أحتمل قال لما حدده حتى ريت يصير وبعد ما اعرف كده فحرت ان تتبعني السيده المعلمه وانا كذلك فقلت انا السيد المعلم اغسل وجهكم يجب ان يغسل بعضكم ارض البعض يعني تخدموا بعض خدمه غسل الارض يعني خدمة اقتناع هي اللي يقبلها ربنا ربنا يقبل الخدمة بالقدر لكن تكتب الناس من فوق لا الناس تقبلها ولا ربنا اخدم الناس باقتناع وربنا يقبل خدمتك وتقول وتكفر من كنت انا السيد المعلم يغسل بعضكم أرض البعض يعني يخدموا بعض خدمة غسل الأرض وبعدين قال الكلام ده بقى وده عام من أراد أن يصير فيكم عظيما وقلت لكم تحكيما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن للجميع عبدا وقول الرسول يقول يعني اللي هو بقى فليكن لكم هذا الفكر في المسيح الى اهله يعني تعلموا من المسيح في نشيد الاخلاق المسيح ظل يخلو الناس يخلو الناس يخلو الناس شوف كده قلت معايا أخلى الناس أخذ صورة الأول صائرة في شرك الناس هو ابتدايا كارثة وضع نفسه قطع موت السيد سبع مرابيات من الأول نحسب بقى بالارتفاع غير سهل رفعه الله أعطاه اسم الله في كل اسم وأتكسه باسم يسوع كل مرة في السماء والأرض من تحت الأرض ويعترف كل إنسان أن يسوع المسيح هو رب العالمين بقدر ما تضع ذاتك الحق ربنا ليس بظالم عشان تعرف الحق اخلاقك ده ربنا سيقولك ممكن يرفعك حتى ورقة كمان تنزل تبع ملاحظة تطلع تبع الوزارتين مع الوزارتين تبع كده عظيم طبعا التمجيد ده للمسيح لكن في المسيح كإله لرد محفوظ مجد محفوظ مجد مستمر غير منقطع لكن الجسد ده ينزل الجسد ده كله هذا الجسد طلب الجسد وابتدى بقى مكرر الجسد نكسو المسيح لم يكن في درسه وهو في الجسد كان مصاب في الجسد
كفاءات الخدمة الحقيقة المفروض تكون قائمة على طريق الرسالة الذي صار فيه الذي وصلنا تعالى وأخي سائل تعلم مني فإن وفي الدراسة القلب تأكل براحة مركزة ما فيش فضيلة تانية أتعلمها مني زي الفتاح والوداع هي دي تاكل راحة لنفسك والناس تختارها فيها وكل اللي يحتاج ليك استراحة تبقى جنب الزهرة وردة جميلة وكل الناس عاوزة تقرب منها وعلمنا برضه سوء الحاجة المسيح تعالى لنا تريد لنا مثالا لكي تتبعه خطوات الذي لم يقع الطريق ولا في الكلام يدش شدم كان يسلم من يكتب عنه الذي هو نفسه حمل خطايانا في المسيح الشرق لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر أي نموت عن الخطايا ونحيا للبر المسيح ده عن نموت عن المسيح من الخطايا بعض التلوث يقول الكرامة عندنا مش زي العالم ولا يرسم عيرات من أساس لهم والكرامة الترقية عندنا مش لفوق ترقية صحيح قلت له معلومة المزاج الشجاع يعني الترقي في الأخلاق والاستقرار والزاد إذا الإنسان ترقى في هذا الاعتبار القضايا فيه الناس تعيش مع بعض في المحطة والاستقرار الأمنية منفذين المسيح مع أمن الغرس اللي هي أهل التكلفة المعتمدة لكم معتمدة على الأدب ونفس المعتمدة تجيب الشيء أن أحد نشوف كلمة بعدين ذكرت مرة تحتاج لفكرة واحدة لكم محاضرة واحدة لكم نفس واحدة تكلم الشيء أن أحد هذا الله الأشياء اللي تحاصل حب العب كنت تقال حاسبين أن بعضكم الواحدة لا تنظروا كل واحد إلى أمور المسيح بل كل واحد إلى أمور الخليل غير وفي ذلك المزور بيقول ما هو المفروض الأحسن الأحسن بسبب الأمر كده أنت تقيم الحرب الحقيقية في إليك نفس الجزء يبدو زي كيف الناس على الرأس على اللحية يتقبلون هذا المسوء وهكذا يعني يبقى المجتمع فيه تواضع فيه محبة يبقى مجتمع سمال مجتمع سمال الإخلاق يخلي الإنسان يرى عيوبه ولا يرى عيوبه يرى محاسن الآخرين ولا يرى عيوبه عشان ما يميزنها المتواضع دائما يأتي بالملام على نفسه حسب حكم الإنسان الخطير يخش السبب كان السبب عليه
من أمراض السلفين الله يسلمك.